صباح الخير. تزامنا مع أزمة النفايات يقترب قرار التمديد لرئيس الأركان في الجيش اللواء وليد سلمان خلافا للقانون في 7 من آب المقبل، وبهذا لا شك أن الحكومة مقبلة على إشكال بعد مطالبة تكتل تهرو أصلاح بتطبيق القانون بالتعيين لا بالتمديد. هل الحكومة أصبحت في خطر بالإصابة بالشلل الكامل سواء بالاستقالة أم الاعتكاف أم غيرها، رغم تأكيد نصر الله بالريفرنجي أن الحكومة خط أحمر؟ تزامنا أيضا حصل لقاء أشبه بالمعجزة، لقاء رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي المملوك ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض بوساطة روسية. اليوم ضيفي في حوار اليوم، أهلا وسهلا فيك دكتور حبيب فياض، اشتقنا لك، سنة زمان ما التقينا. يعني بدي قلنا ثلاثة أشهر ما التقينا. يعني لا شك أنه العناوين كتيرة، مرق كتير قصص بهالثلاثة أشهر. ما التقينا بس ما بيعني أنه أنا كنت بمطرح تاني، أنه هاي الفترة صح. أنا ما كنت عنا على الأو تي في بقصد بحوار اليوم حلقتنا المعتادة. اليوم أزمة النفايات هي العنوان الأول للأسف. طبعا ما نحكي عن كتير أمور غيرة، عن الحكومة، عن موقف الحزب من كثير من القضايا الداخلية، بالإضافة طبعا إلى بعدين بدنا نحكي عن الوضع الإقليمي ووضع حزب الله في هذه المعادلة الإقليمية الجديدة بعد الاتفاق النووي. بداية من النفايات، مش كتير يعني شو موقف حزب الله يعني بوضوح حول أزمة النفايات حاليا من سكلين والانتقال من سكلين إلى غير سكلين؟ يعني ما فينا ناخذ موقف حزب الله من أزمة النفايات بمعزل عن الدور الذي يلعبه حزب الله بخضم العمل الحكومي وبخضم مشاركته بمؤسسات الدولة أو ببعض مؤسسات الدولة، باعتبار أنه حزب الله هو من الأساس رسم لنفسه مسارا حدد من خلاله الأجندة التي يلتزم بها ويعمل على أساسها. حزب الله لديه أولوية أساسية كما بات معروفا، ألا وهي مسألة المقاومة، مواجهة إسرائيل، ومؤخرا مواجهة الخطر التكفيري. في ظل هاي المعادلة حزب الله يعتبر أنه بمقدار ما يستطيع أن يساهم ويقدم تسهيلات على مستوى الإصلاح الداخلي وعلى مستوى تسيير شؤون الناس والانخراط بالعمل المجتمعي على أساس مصلحة الناس ما بيتردد. ولكن يعني بدنا نحكيها بصراحة، مشاركة حزب الله بالحكومة إنما جاءت بسبب ملء الفراغ الذي حصل بعد الانسحاب السوري من لبنان عام 2005. بمعنى أنه هيدا الدور اللي كان يلعبه السوري على مستوى يعني لملمت إذا بدك الأطراف السياسيين، خاصة الناس اللي هن منخرطين بمشروع المقاومة بمعناها الأعم، حزب الله لقى أنه إذا ما فات على الحكومة ممكن أنه يحصل فراغ من هاي الباب، فات على الحكومة ومش هو حامل برنامج إصلاحي. يعني مشروع حزب الله بلبنان ومشروع بغض النظر إذا صح أو غلط هذا الحكي، هلأ بعد شوي يعني ممكن أنه طبعا نناقشه ونقيمه، بس باختصار ست جوزفين، نحن بلبنان عنا ثلاث أنواع من الفرقاء الذين يعملون بالعمل الحكومي أو المنخرطين بالدولة. في فريق داعم للفساد ومنخرط بالفساد وهو ناجح. في فريق حمل لواء الإصلاح والتغيير ومواجهة الفساد وهو فاشل، يعني فشل بهاي المهمة. في فريق وحزب الله منه يرى الفساد لكنه لا يقوم بالجهد المطلوب من أجل، يعني هو مش منخرط بالفساد. مين في غير حزب الله بهذا الفريق؟ يعني كقوى فاعلة وقوى أساسية وحية أنا بتصور بس حزب الله. لأنه يعني قلت لي في فريق حزب الله منه. لا يعني حزب الله ويعني إذا بدك المتفرقات الذين يدورون بفلك حزب الله، ولكنهم من دون أن يكون لديهم يعني قوى وازنة وتستطيع أن تساهم وتؤثر وتغير بالمسار العام. أحزاب يعني؟ أحزاب، جمعيات، مؤسسات. هلا مش مهم يعني أنا ما بدي فوت بالتسميات. مش أحزاب سياسية بقصد. ليش ممكن يكون أحزاب سياسية؟ يعني مثلا الحزب القومي السوري. حزب القومي السوري هو حليف لحزب الله ويحمل نفس الرؤية تاعت حزب الله. وإذا استطاع أن هو مشارك بالحكومة وبالبرلمان. ولكنه إذا استطاع أن يساهم في الحد من الفساد الذي يستشري بالبلد لن يتردد. بس الحزب القومي السوري
يعني إذا بدك بما هو حزب عقائدي، وهي ميزة أساسية للأحزاب العقائديين، دائما عندهم مجموعة من المبادئ اللي لها علاقة بالأيديولوجيا اللي بيحاولوا أنه يعني شغلهم عادة يأخذ الطابع التثقيفي النظري الخطابي إذا بدك، أكثر مما يرتبط ببرنامج عمل إصلاحي متوقف على مصالح الناس و... نعم. كتير اختصرت من الحديث طيب. بهذه الأشياء بحضرتك. إذا بدك نناقش حزب الله هيك صح أو غلط أنا ما عندي مانع، بس أنا مرة بقول أنا ست جوزفين أنا جاي لعندك لأعمل معك هاي المقابلة، هيدا دوري بالتحديد. هلأ بتقولي لي إنه هاي الطاولة بدك تساعدني حتى شيلها أو زيحها شوي، بقولك أنا ضمن إمكانياتي بعمل، بس أنا مش ضمن برنامجي إني ساعدك بهاي الموضوع. حزب الله على مستوى الخطاب الرسمي هو حزب مقاومة تتعاطى السياسة. الأولوية لدى حزب الله هي مواجهة إسرائيل ومواجهة الخطر التكفيري. بالدرجة الثانية يأتي انخراط حزب الله في الحكومة والدولة على خلفية أنه أنا أدي بقدر ساعد بساعد، علما أنه كمان ثمت معوقات عملية مرتبطة أنه إيد لحالة ما بتقدر تزقف. هيدا البلد هيك، يعني تيار وطني الحر تحفظ قبل الآن على موضوع سوكلين شو قدر يعمل. تيار الوطني الحر حكي بالإبراء المستحيل و11 مليار دولار، يعني يا عالم يا هو. ما هو لو حزب طيب. الله لو حزب الله صوت إلى جانب التيار الوطني الحر عام 2010 إلى جانب الحكومة إلى جانب في الحكومة على طاولة مجلس الوزراء كان قدر عمل حزب التقدر. الله مكمل قدر... بمجموعة من التحالفات التي تصب بنهاية المطاف بمصلحة المقاومة. يعني حزب الله عندما مصلحة يتخذ... المقاومة دكتور عدم التصويت التصويت للتمديد لسوكلين. إذا كان زعزعة الوضع الداخلي وفرط التحالفات الداخلية بما يؤدي على ما أنا قلت لك الأجندة عنده هي المقاومة، عال فرق كبير بين أنه أنا حامل لواء الفساد وماشي فيه وأنه أنا قلبياً وفرق بين أنه غطي الفساد بين أنه أنا عملياً ما بتحفظ على كلمتي ما هلا بدنا نناقش عملياً وقلبياً ها أرفض كل هذا المنكر تحت عنوان الفساد، بس أنه أنا ما قادر أعمل شيء لأنه إمكانياتي أنا ما بتسمح لي أني أنا أكون والله حامل لواء الإصلاح والتغيير. الفكرة واضحة بس اسمح لي، يعني تحت هذا الشعار عم تقلي حضرتك أنه إذا كانت التحالفات تقتدي ببعض القرارات التي يتخذها حزب الله بيخدها مثل التمديد لسوكلين عام 2010 على طاولة مجلس الوزراء، بس إذا كانت هذه القرارات يلي تحت شعار المصلحة الوطنية والتحالفات هي في نفس الوقت تغطي الفساد في مكان ما، فهو يغطي الفساد في مكان ما لمصلحة التحالفات. بالتأكيد حزب الله إذا بده يغطي أي مسألة يدرك على المدى القريب والمتوسط والبعيد أنها تنخرط بإطار مشروع إفسادي بالبلد ما بيعملها. أنا عبالك ما كان قاري أنه الموقف بده يوصل لهون. ما كان عارف أنه بياخدوا سعر التون 140 دولار على سعر التون، وما كان عارف أنه هيدي ما بتصير بولا دولة بالعالم، على الرغم من خطاب التيار الوطني الحر وتكتل تغيير الإصلاح بأنه السوكلين عم تسرق الشعب اللبناني وعم تنهب الشعب. ما كان عارف هذا. مش قصة ما كان عارف، قصة أنه ربما تحت عناوين معينة حزب الله لا يريد أن يصطدم مع فرقاء آخرين تحت عنوان سوكلين بالوقت للبلد كله هيك. بس أوكي. أنا اسمحي لي أسأل. أنا موافقة معك. بس إذا ما النتيجة؟ غطى سوكلين. مش يعني بالضرورة يعني بوقت سوكلين ربما ما كانت معروفة إنه هي شركة. كيف ما كان صار في معركة بال 2010 على طاولة مجلس الوزراء؟ سليمان الفرنجية غطى. أي أوكي مين قال لك؟ بس جزء من تكتل التغيير والإصلاح. بس ما مين قال لك؟ بس ما مين قال لك هذه الأسئلة ليست موجهة له أيضا؟ بعيدا عن تفاصيل جوزفين خلينا نحكي بالاستراتيجيات. إذا أنا حزب الله لقيت إنه المقاومة اللي هي عندها، وهلأ بنرجع بنناقش هيدا صح أو غلط، أنا عم بعمل عملية توصيف لطريقة تفكير حزب أوكي. الله. طب برأيك صح أو خطأ؟ إنه هاي المقاومة من الممكن أن تتأثر ومن الممكن أن تتعرض لمشاكل داخلية بالوقت اللي هي بالحد الأدنى بعد انفضاض الإجماع الوطني عليها بالحد الأدنى تحتاج إلى إجماع القوى الوطنية اللي داعمة للمقاومة. إذا كان تغطية مشروع ما أو عدم الذهاب بمشروع ما داخلي سوف يؤثر على أداء المقاومة، لا حزب الله تحت عنوان قاعدة التزاحم اللي هي الاختيار بين الفاسد والأفسد
اللي هي الاختيار بين السيء والأسوأ، سيذهب مضطرا إلى يعني مش تغطية، إلى غض النظر عما هو سيء، عما هو سيء منعا من أجل الوصول إلى الأسوأ. واضحة يعني أنا واضحة طبعا واضحة طبعا بس واضحة وواضحة وخطرة كمان. ربما أنت عم تقدمي المشهد بطريقة مجتزأة. لا ليه؟ أنا يعني أزمة الإصلاح وأزمة الفساد بلبنان وأزمة التغيير ليست متوقفة على حزب الله، وربما حزب الله هو آخر المطالبين ربما على مستوى التقصير القائم بالبلد لناحية هيدا الملف، لأنه فرق كبير بين أنه حدا منخرط بالفساد حتى أذنيه وحدا تاني مزبوط شايف الفساد وساكت عنه ولكنه ليس شيطان أخرس. أوكي. لأنه ساكت هذا السؤال أليس شيطان أخرس من أجل مصلحة لبنانية أخرى ومصلحة يعني لبنانية كبرى؟ يعني عال يعني هل نسلم اليوم؟ أنا بدي أسأل أنا بس اسمحي لي أسأل اسمحي ما قال زمان أنا ما تفضل بس اسمحي لي أسأل سؤال. كل هاي الفساد بالبلد اللي عمره 40 سنة إلى الآن يعني بس خليني أنا أعطي مثال بعيدا عن التعقيدات اللفظية، أنا هلأ بدي خاطب كل مواطن لبناني من خلال شاشتكم الكريمة بكلام كتير بسيط. إنه الحرب الأهلية إلى 40 سنة عام 75 نحن بال 2015 الحرب الأهلية استمرت 15 سنة خلصت يعني تقريبا بالتسعين، يعني إلنا 25 سنة طالعين من الحرب الأهلية. طيب أيها اللبنانيون أيها المواطن هياني بكل رواق بحكي معك من 40 سنة لهلأ حدا يفهمني ليه ما في كهرباء بلبنان؟ أوكي. حدا يقلنا ليه ما في كهرباء بلبنان من 25 سنة لهلأ انتهت الحرب يعني شو هو يعني هني بدهم يخترعوا كوكب يعني يضموه للمجرة اللي بتنتمي لإلى الأرض؟ مش هالقد المشروع صعب ومعقد. 22 مليار دولار انصرفوا على موضوع الكهرباء إلى الآن الكهرباء ما انحلت بالوقت للخبرة بيقولوا 22 مليار دولار بيضووا منطقة الشرق الأوسط ويمكن جزء من شبه القارة الهندية، يعني إذا بدك باكستان والهند كمان بيضووا جزء منه. طب إزاء هيدا المشهد أنا بعتبر أنه ليس من العدالة والإنصاف أنه نجيب حزب الله ونحطه بهيدا المشهد وبهاي الصورة بالوقت لحزب الله لمبارح لفات على الحكومة وبالوقت لا في نقطة كتير جوهرية بدي أحكي فيها. أزمة الوضع بلبنان أزمة بنيوية. شو يعني بنيوية؟ يعني مثل شيء لازم ينعمل له إعادة تفكيك، في شيء مركب بطريقة خاطئة يتحمل مسؤولياتها بالدرجة الأولى هو التركيبة الطائفية التي أقيم عليها البلد، وبالتالي المسؤولين، لأنه نحن عنا نوعين من المسؤولين بلبنان، عنا مسؤولين عابرين مثل الرئيس الهراوي مثلا الله يرحمه ومات، عنا مسؤولين مقيمين يعني دائما هم بالمشهد. معلي بكل جرأة أنا هلأ أنا بقدر قلك السي في تاع حزب الله إنه حزب الله والله عامل 1-2-3 على مستوى المقاومة والعمل الجهادي وحماية لبنان. ولا مرة حدا زايد عليه بعمل المقاومة يا دكتور. في توزيع مفترض يكون في توزيع أدوار. تفضل أنا ما سألتك من أول حلقة. تفضل أنا هلأ من خلال شاشتكم الكريمة أنا القادة المقيمين بلبنان مش العابرين يعني اللي بيجوا وبيروحوا، كل واحد منهم يتفضل يقدم لنا كمواطنين إفادة أجندة سي في عن إنجازاته على مدى 10 سنين 20 سنة 30 سنة قعد فيهم بالبلد بالمسؤولية بالوقت اللي شو بدي أقول لك يعني وضع البلد فضيحة. وضع البلد ما بينحمل. القصة مش واقفة لا على الكهرباء ولا على النفايات. هيدا البلد من أكبره إلى أصغره عبارة عن مزرعة. وأحيانا المزرعة بيكون عندها قوانين وبيكون عندها أنظمة وبيكون بتكون منتجة. يا أخت الواحد بيزرع عرانيس بيعمل مزرعة يعني بيعمل معمل زيت بيطلع عال. نحن شو عم نزرع؟ أوكي. إذا عم تقول حضرتك أنه اليوم سيفيل حزب الله هو بالمقاومة وأنه حزب الله دخل إلى الحكومة فقط ليكون ضابط الإيقاع يعني وأنه هو مش كتير معني بالمعركة الداخلية مظبوط؟
بدك أكثر من هيك؟ أنا برأيي هلأ. بس لماذا لا يعلن حزب الله هذا الموضوع علنا؟ يعني حاج يعذبنا ويعذب حلفائه ويعذب كل الناس، لا يعلن هذا الموضوع. آخر مرة طلع السيد نصر الله وتحدث عبر، تحدث عن موضوع الإقليمي، تحدث عن المقاومة، تحدث عن إسرائيل. بس ممتاز، بس مش بس لحظة، خليك في السؤال لو سمحت. اليوم يعني معكوس، اليوم معكوس، يبدو أنه عم تسمع كلمة اللي قالوا لك مقاطعك. يعني هو الحديث مش مقاطعة، بس أنه بس ل يعني طرح بعض الأسئلة. السيد نصر الله بآخر حديث لقاله أوكي تحدث إقليميا، كنا كلنا عم نسمع عن إسرائيل ودور المقاومة بعد الاتفاق، عال دخل إلى الملف الداخلي وقال أنه ما بيعرف أنه كيف ببلد بعد في أزمة نفايات، وعيب هذه ليست دولة لأنها لا تعرف كيف تدير أزمة النفايات. هيدا أول موضوع هلأ رح نحكي فيه، أنه كيف هيك يعني ما أنت بالحكومة من بعد خروج السوري أنت بالحكومة. عال هلأ بنحكي أنت بالحكومة وما بدك تتعاطى باللعبة الداخلية، لا تدخل في الحكومة. أمر آخر، تحدث عن الحكومة، تحدث عن خطوط حمر، تحدث عن أنه ممنوع الاستقالة، مش ممنوع يعني، قال أنه الاستقالة، حذر من الاستقالة، أنه ستقود إلى لعبة خطرة، وحطوا خطين تحت كلمة خطرة. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني عندما يريد حزب الله يدخل إلى اللعبة الداخلية ويقول ويحدد ما هي الخطوط الحمر، وعندما يريد يقول أنا لست معنيا باللعبة الداخلية، أنا معني بالمقاومة ومقاومة إسرائيل، ومن معني بمحاربة الفساد؟ جوابك يعني سؤالك يتضمن الجواب. حزب الله يعني أول شيء قلتي لي حزب الله ليه ما بيعلن؟ وقت ليطلع أمين عام حزب الله وأحد القيادين بحزب الله يحكي خطاب على مدى ساعة بشكل متواصل كل جمعة أو أسبوعين أو كل شهر من دون ما يقدم للناس أنه أنا والله حامل لواء الإصلاح والتغيير بالبلد، هيدا بمثابة إعلان ضمني أنه أنا بمكان آخر، خاصة وقت يحكي بهاي الخطاب على امتداد ساعة متكاملة عن موضوع إسرائيل والإرهابيين. هلأ أما مشاركة حزب الله بالحكومة والخطابات اللي مثل ما تفضلتي بيقول من هو يرسم خطوط الحمر للحكومة ولا اللعبة الداخلية، أنا برأيي هيدا دور إرشادي، هيدا دور توجيهي، هيدا دور له علاقة بأنه حزب الله كما يرى الأمور عم يتحدث عنها، بس من دون ما بالضرورة أن يكون حزب الله مسؤولا عن التزامات فعلية وعملية بهاي المجال. يعني بمعنى هلأ أنا وياك إخوي ببيت واحد، أنت مسؤوليتك والله تجلي وأنا مسؤوليتي أني كنس. هلأ أنت أصرت بالجلي ممكن ساعدك، بس المطالب أنا بالأساس كحزب الله هياني، يمكن هاي الحكي يزعج ناس كتير صح من بيئة حزب الله، ويمكن حزب الله كمان ما يقبل أنه حدا يحكي بأي صراحة. حزب الله مركب بنيويا كحركات مقاومة. حزب الله هلأ على مستوى التعيينات الإدارية وعلى مستوى مؤسسات الدولة، إذا بتقلي له إلك ثلاث وزراء بقى نعملهم اثنين بيقول لك كتر خيرك. حزب الله زاهد بالسلطة، حزب الله رأيته أنه السلطة قميص قذر إذا انخرط فيها، إذا ما قدر ينظف هيدا القميص بالحد الأدنى ما يخليه يوسخ، انخرط فيها. فوضع البلد كله كيف انخرط فيها؟ هلا أوكي عال عم تقلي حضرتك أنه حزب الله في الحكومة فقط هيك، بس هلأ بدك تقلي حضرتك أنه ما في قيادات من حزب الله، وحزب الله كحزب منه موجود في بعض مفاصل الدولة، من بعض المراكز الإدارية، في بعض المرافق اللي عم يستفيد منها، وحصل في ارتكابات كتير منها عرف ومنها لم يعرف بعد، وحصلت التغطية عليهم. أو يعني بدك تقلي أنا ما فهمين عن شو عم تحكي، بس أنا بقدر أعمل لك قاعدة عامة أنه في فرق كبير بين حدا وسخ بالبلد وعنده كم نقطة مضيئة، وأنه حدا نظيف بالبلد وعنده كم نقطة سوداء. حزب الله على افتراض أنه الشيء اللي عم بتقوليه صح هو من النوع الثاني. حزب الله أنا مش عم قارن، أنا مش عم قارن. عنده عملاء لإسرائيل بقيادات صف ثاني، أي أسوأ انه يكون في حدا موظف بالدوله لحزب الله على سبيل المثال، وعلما انه انا ما عندي معلومات. انا معظم الناس المنخرطين بحزب الله ضمن العمل، انا واحد من الناس اللي فايت بمؤسسه الى طابع عام، مش بصفتي حزب الله بس بصفتي حدا قريب من حزب الله. وبعرف انه كل يعني حزب الله يمارس الرقابه والمحاسبه على كل الذين ينتمون اليه.
هلا اذا بدنا نقرا نحن جنوبيه وبدنا نقرا مثلا موقع القوات اللبنانيه وكيف بيفبركوا كيف بيركبوا، اذا بدنا ناخذ المؤثرات والبروباغندا اللي بيعملوها 14 اذار عن حزب الله، طلع معهم انه مره انفقعت قنينه غاز بالضاحيه، طلع معهم انه حزب الله عامل مصنع للاسلحه الكيماويه ويمكن كمان عم بيركب مفاعل نووي، انه بيربك البلد مليان نفايات، جبال من النفايات. اشرف ريف امبارح بمجلس الوزراء ما لقى مداخله يحكي الا عن 7 ايار وبشكل او باخر ملوعين يعني من 7 ايار الجامعات يعني مثل ما حمل حزب الله مسؤوليه هول اللي انضربوا بسجن روميه حملوا لحزب الله مسؤوليتهم انه هو يهرب الهي. هلا عم بيحمل حزب الله ضمنا مسؤوليه النفايات. يا اختي نحن اللي عم ندافع عن لبنان مقابل خطر التكفيري، نحن اللي عم نضب النفايات البشريه بالالمون والزبداني، يعني شيء مش منطقي حدا يجي يطالبنا كمان نقعد نضب النفايات بديلا عن سوكلين. بس هذه قصه النفايات البشريه ذكرتني بخطاب سعد الحريري اللي قاله من يومين ثلاثه بكواليس واللي انكتب عنه. شو قال؟ انه عن النفايات يعني مثل كانه بيروت حاضنة يعني يكاد أن يقول يعني، وفسر هيك أنه على المناطق أن تستقبل نفايات بيروت لأنه بيروت تستقبل عاكل ما بدو شغولة. طيب الخطاب الأخلاقي بالبلد منحط جدا. ايه؟ كما تكونون يولى عليكم. وهي يعني هلأ بدك نحن مستعدين، أنا مستعد أقعد معك 12 ساعة وما بيخلص الحكي، ما بيخلص بالضبط عن حالة الفساد وحالة الفلتان وحالة كرمال هيك لو سمحت. ايه كرمال هيك خليني أسأل يعني خليني بس نستكمل النقاش لحتى ما تاخذنا كل الحلقة بموضوع هذا الموضوع لأنه في كتير مواضيع نحكي فيها. بس قبل خليني فكرة بدي أقولها. أنا برأيي ليكي في دول كتير بيجي باحثين ومفكرين اجتماعيين بيدرسوا لهذا البلد على خلفية يعني الثغرات والانحرافات الموجودة بالبلد. يعني علي الوردي عمل هيك بالعراق، علي شريعتي عمل هيك بإيران، مالك بن نبي عمل هيك بالجزائر. أنا برأيي لحد هلأ ما حدا استرجع من المفكرين يفتح ملف لبنان ويدرسوا على خلفية علم الاجتماع، لأنه لبنان خارج القواعد والمعايير. صدقيني يعني إذا بدي أجيب أنا طرائق التفكير والميثودولوجي والإبستيمولوجيا والأنتروبولوجيا وطبقها على الوضع اللبناني بتيجي النتيجة أنه تعطيل، أنه هاي القواعد ما بتشتغل على هاي الحالة، لأنه هاي الحالة هالقد متوغلة بالانحراف والفساد أنه ما حدا حيقدر يفهمها. واضح. طيب خلينا نرجع لموضوع حزب الله ولخطاب السيد ولمشكلة النفايات اليوم. يعني انطلاقا من الشيء اللي عم تقوله حضرتك، دعنا نقول أنه مظبوط انه تكتل التاهل والاصلاح يقود بعض المعارك يلي هو بيعتبرها، رح اقول هيك انه هيدا اصلاح وتغيير في لبنان، اصلاح بعض الملفات الفاسده، وكمان لكن صحيح انه حزب الله لا يستطيع ان يقف بجانبه في معظم هذه المعارك تحت عنوان المصالح المصلحه الوطنيه والحلفاء والحرص على العلاقات مع الحلفاء. فينا نقول هيك علنا هلا؟ مره حدا بيخزلك بالتكتيك بس بيكون معك استراتيجية. طبعا انت مرة حدا بيخزلك شو استراتيجيا يعني؟ انا بدي اسالك سؤال، معلش سؤال، بدي اسالك سؤال شغل. اليوم المقاومة حزب الله هي لحضرتك عم تقول هي خططها استراتيجية ورؤيتها استراتيجية ومشروع استراتيجي ومشروع مقاومة على راسي وعيني، بدي اقول لك انا العماد ميشيلون يعني اوكي هو يؤيد الخطط الاستراتيجية للمقاومة ولكن هو عنده مشروع داخلي، ولكن هذه المقاومة لا تستطيع أن تقف يعني إلى جانب المشروع استراتيجياً. يعني يدعم المقاومة. أنا هلأ لعبات البزبداني موقف الجنرال عون اللي هو مؤيد لإلي هيدا شيء كتير منيح وبيكفيني، بس أنا ما بطالب الجنرال عون أنه يروح يعمل مجموعات مسلحة ويجي قاتل إلى جانب. أوكي إذا ما عمل هاي الشيء ما بتفهمه أنه خزر. أوكي بس بالمقابل حزب الله موجود في الحكومة على مستوى لأي سبب كان، اللي عم تقول حضرتك ضابط إيقاع وغير ضابط إيقاع، حزب الله موجود بالحكومة، هذه حقيقة ستو. هذه واقعة. ما بقولك هو ليه موجود بالحكومة؟ عالو فهمنا. هو بس ولا النظر مرة ضمن ما عمل ولا مرة خطاب عمل أو أجندة عمل وقال أيها اللبنانيون ليكو أنا فايت على الحكومة اللي بيسرق بدي أقطع له إيده. أنا
فهمت بس انا عم بسالك بمكان اخر. عندما يقول السيد نصر الله نحن مش وسطاء، نحن طرف، نحن حلفاء، نحن حلفاء العماد عون، اللي عم بيقولوا نحن عم نعمل وساطه بينه وبين الرئيس بري مش مزبوط، نحن بنرفض نكون وسطاء، نحن يعني طرف، نحن طرف. من يقول انه طرف في الحكومه عليه ان يثبت ذلك، هذا اللي انا بقصده. فينا نقول اليوم لكن علنا، يعني انا هلا مش عم جرب اني لبس حدا موقف، انا عم جرب اقول فينا نقول علنا اليوم انه هذا الكلام لا يترجم عمليا. فينا نقول هيك، بس اقول شغله اذا بيترجم عمليا او لا. حزب الله مجرد انه يعلن انه هو مع الجنرال عون حتى يوم القيامه، وهلا كل العالم بتحكي مع حزب الله من اجل استدراجه للدخول بمفاوضات مثلا حول رئيس توافقه، بالوقت اللي هو عنده كلمه وحده بس بيقول لهم بموضوع الرئاسي ما حدا يحكي معي. رؤيه حزب الله من الناحيه الاستراتيجيه انه الاصلاح بلبنان يحتاج الى وجود رجل قوي على رئاسه، على راس الدوله اللبنانيه بموقع رئاسه الجمهوريه. حزب الله عم يدعم التيار الوطني الحر بمسيرته الاصلاحيه استراتيجيا هيك، انه يدعم وصول الرئيس او الجنرال عون الى الرئاسه، لانه برؤيه حزب الله هو الاقدر على احداث عمليه اصلاح داخليه تطيح بمعادلات الفساد القائمه وحده. بس انه بالحبه اذا بدنا نحكي يعني حزب الله يعني مقتنع انه التيار الوطني الحر وحده بيقدر يعمل كل هذا. بدنا نحكي بالتكتيك بعيدا عن الاستراتيجي، البعد الاستراتيجي، جوزفين حزب الله وقف للأخير بموضوع الإبراء المستحيل مع الجنرال عون، شو عملوا؟ يعني التيار الوطني الحر إلى جانب حزب الله هن جزء من المعادلة، بالوقت للجزء الآخر أقوى منهم. يعني معقول 11 مليار دولار ما حدا عرف كيف انصرفوا؟ طبعا انا ما عم ناقش بالطرف الاخر، ما عم انا ما عم ناقش بانه طبعا يعني ما ارتكبه الفريق الاخر، انا عم ناقش بسياسه حزب الله في الداخل، هذا هو النقاش. ربما حزب الله رؤيته تقوم على انه انا اذا بدي فوت بهيدا الملف على طريقه الابراء المستحيل وما اوصل لنتيجه بالوقت اللي خض البلد واخرب البلد واطيح بتحالفات، انا بامس الحاجه لها على مستوى المقاومه، بيعود بيتردد وما بيفوت. يعني هلا حزب الله خلينا نحكي بصراحه بموضوع التعيينات الامنيه، هو مع الجنرال عون ولكنه ليس مستعد ليقود معركة أو ليكون في معركة في هذا الموضوع. الأمور بدها توصل للإطاحة بموضوع الحكومة، يعني أنه السيد حسن وقت اللي حكي عن الخطوط حمر وأنت غمستي لها، هلأ رح نحكي فيها طبعا بالمقدمة، توصل الأمور للإطاحة بالحكومة. لا أنا يعني أنا ما بتخلى عن المطلب، أنا بضل مصر أنه أنا بدي تعيينات أمنية وأنا ضد التمديد، بس أنا بنفس الوقت ما بقبل انه اخر ورقه توت تغطي عوره اللبنانيين ممثله بالحكومه اني اجي انا افرطها. نعم. طيب رح نحكي بهذا الموضوع. هل رسم السيد نصر الله خطوط حمر للرئيس سلام ولا لحلفائه قبلا؟ لانه شفنا تزامن بالمواقف بينه وبين الرئيس بري وبين الوزير سليمان فرنجي حول الخط الاحمر تبع الحكومه. لمين كانت موجهه هذه الرساله؟ لعماد عون او للرئيس سلام؟ بس بعد فاصل علينا قصير وبنرجع ورح نحكي طبعا عن الشق الاقليمي بقدر ما بيصح لنا الوقت، لانه صرنا زمان ما التقينا وفي كثير اشياء نحكيها. فاصل ونعود. مشاهدينا ولضيفي دكتور حبيب فيا، بدي ارجع رحب فيك سريعا. بدي شوي نحكي بعد عن الحكومه، عن التعيينات الامنيه اللي هي صارت قريبه جدا، لننتقل لموضوع اللواء بين اللقاء السوري السعودي وتداعياته وامكانيه تداعياته واسباب حصوله، طبعا بالاضافه الى اتفاق نووي وانعكاسه على المنطقه بالحكومه. قبل ما ندخل بالفصل علينا كنا عم نحكي عن خطوط حمر، رسم السيد نصر الله بعض خطوط حمر للحكومه ووجهها للرئيس سلام، ولكنها هي في الباطن كانت موجهه ايضا للحلفاء. يعني ماذا يقول السيد نصر الله للعماد عون؟ يعني بحق لك تخوض هذه المعركه، معركه التعيينات الامنيه، ولكن بخطوط حمر ايضا رسمها له؟ ممكن يعني
أنه بغض النظر الرسالة لمين واجهها، حزب الله عم ينظر أنه المؤسسة الوحيدة المتبقية على مستوى الفعالية وعلى مستوى تيسير أمور الناس هي الحكومة. يعني ما عندنا رئاسة جمهورية ومجلس النواب معطل، ومعظم المؤسسات الأخرى بالبلد بسبب الخضوع لتجاذبات سياسية، يعني وزارة العدل لأنه محسوبة على الفريق الآخر بدل ما تكون حل لمشاكل البلد تحولت إلى متراس يطلق النار من خلاله على الخصوم. هاي الوضع البلد هيك. وبالمقابل يمكن عندنا شي وزارة تانية، نحن جماعة 8 آذار عم نقوص من خلالها على الفريق الآخر لحتى الواحد يكون موضوعي. طيب المؤسسة الوحيدة المتبقية هي مجلس الوزراء مجتمعا. طب يا أختي في فريقين بالبلد، وجهتي نظر، وجهة نظر بدها تمدد للقادة الأمنيين، وجهة تانية لا ترى مانعا من إجراء التعيينات، وبالتالي عدم تجاوز الدستور والمقررات والقوانين. وأنه شو المانع أنه نحن هلأ نجيب مثلا رئيس أركان ونعينه وقائد جيش ونعينه؟ سيد نصر الله بيقول في ظل حالة التجاذب والتشرذم القائم وفي ظل استعداد كلا الجانبين أو البعض من كلا الجانبين، يعني رئيس الحكومة من هالجهة والجنرال عون من هالجهة للإطاحة بطاولة مجلس الوزراء، عم بيحذر انه ايه، وعم بيقول نحن على المستوى الشخصي كحزب الله مصلحتنا مع الجنرال عون، بس اذا بدنا ننظر للمصلحة الوطنية العليا لا منخلي المصلحة اللبنانية العليا متقدمة على هاي الاعتبارات، بحيث انه ممنوع الإطاحة بطاولة مجلس الوزراء لانه البلد عندها اذن. نحن مع مجلس وزراء مزرعة وعلى حافة الانهيار، بلا مجلس وزراء بدنا نصير غابة وبالحفرة مش على حافة الانهيار. بناء عليه بس بدي أوصل لاستنتاج، وانطلاقا من الشيء اللي قلته هلأ وبالمحور الأول وانطلاقا من الحديث عن ملف سكرين وما قلته في هذه في هذا الملف، ملف التعيينات الأمنية، يمكن لحزب الله تحت العنوان المصلحة الوطنية والمصلحة مع الحلفاء أنه يمشي بالتمديد؟ لا لا أنا بقول لك هذا استنتاج منطقي لما تفضلت به. حزب الله أنا تحليلي أنه لا يعترض على الاعتكاف ولكنه يعترض على الاستقالة. ومن الممكن أن يصل حزب الله إلى مكان أن لا يذهب وزراؤه مع وزراء التيار الوطني الحر إلى مجلس الوزراء احتجاجا على عدم إجراء التعيينات الأمنية، ممكن يعملها. بس الخط الأحمر اللي رسمه حزب الله أنه نطيح بالحكومة دستوريا بحيث أنه يحصل الفراغ، بمعنى أنه إيه ممكن نحن وزراءنا يقعدوا بالبيت أسبوع وأسبوعين وثلاث أسابيع وشهر، بس بحيث أنه الخط الرجعة يكون محفوظ أنه إذا بدنا نرجع الحكومة ولكن في حكومة. ولكن سيبقى مع العماد عون في معركته في مسألة التعيينات حتى النهاية، وسيطالب بالتعيين لا بالتمديد، لا ما رح يمشي بالتمديد بأي شكل من الأشكال. لكن أنا بتصور كل شيء بده إياه التيار الوطني الحر من حزب الله فيما يتعلق بموضوع التعيينات سيلتزم به حزب الله حرفيا ما عدا وما خلا مسألة الاستقالة. هلا شو بده التيار الوطني الحر من حزب الله بالتعيينات؟ بده يخانق بمجلس الوزراء، بده يعتكف، بده ينسحب من الجلسه، بيعملها. بس نحن اللي عم ولكن تحت سقف الحكومه، عدم استقرار الحكومه. رح ننتقل لموضوع اذا طارت الحكومه كيف بدنا نشكل الحكومه؟ رئيس جمهوريه ما في. ونحن لهلا صار في تمديد بمجلس النواب، بعضهم لهلا كتار بيطعنوا بشرعيه هيدا المجلس وهو مطعون فيه، ووقت اللي هو شرعيته مطعون فيها. هلا هذا موضوع يعني موضوع اخر، بس نحن هلا اذا بدنا طارت الحكومه ولا اي اليه بدنا نلاقيها من اجل اعاده انتاج حكومه جديده رح يكون مطعون بدستوريته. قد ايه لبنان هو في دائره الانعكاس المباشر يعني وضعه يعني لنتائج الاتفاق النووي؟ امبارح كمان وزير الشرقي في حكي عنها داخل مجلس الوزراء. قصدي مش حكي هاي.
يعني عمل حفلة شتائم ووزرائنا طولوا بالهم يعني ما انه عندنا أزمة حيوية بمستوى أزمة النفايات بالوقت اللي هو عم بيحاول انه يجر البلد إلى خلافات هامشية ما إلى طعمة. بس أنا برأيي كل المنطقة سوف ينعكس الملف النووي على ملفاتها وأزماتها بطريقة إيجابية بما في ذلك لبنان، مع وجود فرق انه الملفات الأخرى. شو يعني إيجابية؟ إيجابية أنه هاي الرياح التوافقية التي هبت من فيينا بين إيران والغرب سوف تصل إما قريبا وإما فيما بعد سوف تصل إلى المنطقة، بحيث أنه مسار التفاوض ومسار التسويات بين إيران والغرب على الملفات العالقة سوف يبصر النور مع غض النظر إذا نوصل لنتيجة أو لا. وهذا الكلام إلى الآن صار مسموع عشرات المرات من قبل الفريقين الإيراني والغربي. أوكي. يعني أوباما قال بدنا نحل مشاكل المنطقة، والإيرانية عم بيقولوا هاي الأجواء التفاؤلية والمرونة اللي أبديناها بالملف النووي ما عندنا مشكلة من إلى لا على ملفات المنطقة أخرى، بس ضمن ضوابط وشروط مش كيفما كان. بس أنا بقصد أنت عم تحكي حضرتك عن مسار توافقي، هل هذا المسار التوافقي هو يعني لما قلت لي إنه نتائجها إيجابية بمعنى شو مسار شو تفاوضي ولا توافقي؟ على لبنان ولا على لبنان؟ هلا بننتقل للمنطقة. تفاوضي بس ممكن تفاوضي يوصل للتوافق. بس مش بالشرط يكون توافق. ممكن يوصل لطريق مسدود. بس مش أنا بشرط. أنا لرايحك يعني إذا بدك تسأليني عن إنه كيف بينعكس اتفاق جنيف على موضوع رئاسة الجمهورية بلبنان. أنا بتقديري نحن ما عاد عندنا معادلات محلية وداخلية وإقليمية ودولية. في عنا معادلة إلى طرفين، عنا الجنرال عون محلياً وعنا الفريق الدولي والإقليم اللي عم يفاوض، بمعنى أنه هلأ يمكن يكون وزير الخارجية الفرنسي بطهران قال لهم للإيرانيين شو بدنا نعمل بلبنان، يمكن تكون أخذت معه 30 ثانية أنه بلبنان ما في رئيس جمهورية، خلينا نتعاون. أنا بتقديري إذا كان هذا الموضوع مطروح الجواب الإيراني وقت اللي يقول له انه هيدا شأن لبناني داخلي، يعني عم بيقول له بشكل او باخر روحوا شوفوا الجنرال عون مش روحوا شوفوا حزب الله. نعم. عشان هيك المعادله اللي هي من طرفنا مختصره برقم واحد هو الجنرال عون. نعم. هلا المعادله من الطرف الثاني يمكن امريكا عندها مقاربه مختلفه عن السعوديه، والسعوديه عندها مقاربه مختلفه عن تركيا، وتركيا بتنظر للأمور غير ما بتنظر لإلى مصر، لأنه مصر يمكن هلأ عم بتروج لإسم من خارج التداول أو وكل هول كمان يمكن بيختلفوا عن الروس وعن الصين وعن نحن جبهتنا فيما يتعلق بموضوع رئاسة الجمهورية إنه اللي بده يجي يحكي معنا واضح عندكم العماد عون. واضح. بس أنا السؤال كان هو مسار تفاوضي أم توافقي، على اعتبار إنه كيف سينعكس الاتفاق النووي؟ هل سينعكس بفرض بعض الخيارات ويا سينعكس توافقيا، وبالتالي يمكن أن اثنيناتكم توصلوا لنصف الطريق وبالتالي ما يكون يعني كل مسار هيك يعني إذا عم تسأليني أنا برأيي الشخصي أنا ما زلت متشائم. أنا بالنسبة لي موضوع رئاسة الجمهورية بلبنان قبل الاتفاق النووي كما بعده لناحية يعني الاتفاق النووي ما عطى فرصة إضافية للجنرال عون أن يصل إلى رئاسة الجمهورية. ولنحكي الأمور بوضوح، هل قد هيدا الملف محاط بتعقيدات ومحاط ب يعني اذا ما قبلانين يجيبوا حدا لمجرد انه بيقربوا قائد للجيش. يا عمي بعام 2005 وبالتالي صارت القصه شخصيه، ما زال كان الجنرال عون ما زال بقوى 14 اذار بعام 2005 عملوا حكومه وما شركوه فيها، مش انه يعني قالوا له ممنوع تشارك، بس الطريقه اللي انشغل معه فيها بطريقة أنه هو آخر شيء قال لهم خلص أنا ما عاد بدي فوت على الحكومة. نعم. بدأت على موضوع اللقاء اللي هو سمي باللقاء المعجزة بين اللواء علي المملوك ولي العهد السعودي الأمير حمد بن سلمان بالرياض بوساطة روسية، وهذا اللقاء كان مفترض كان عم بيتم التحضير له بسرية بالغة وحصل. كيف تقرأ هذا اللقاء؟ هلا انا بوثق بالصديق وفي انصه يعني لناحيه جلب المعلومات وترتيب المعلومات والتحليل اللي عامله
فإذا بدنا ننطلق من فرضية أنه هذا اللقاء تم بالفعل وأنه هو حصل، ما هي الحكي لنا 6 أشهر عم نحكيه. أنه تحت عنوان، يعني في لحظة أنا صرت 10 مرات قايل أنه سوف يكون هنالك انعطافة سعودية في التعامل مع أزمات المنطقة، انطلاقا من انعطافة سعودية أولية من الاتفاق النووي بين إيران والغرب. بس امبارح كان في حديث عن عم بحملوا مسؤولية للسوريين بأنه كل مشكلتنا معكم هو تحالفكم مع إيران، وبالتالي هيدا نوع إذا بدك يعني هذا نوع من تقديم التبرئة. يعني وقت لي واحد مسؤول سعودي قاعد مع واحد مسؤول سوري بالوقت اللي السعودية دمرت سوريا، شو بتتوقع انه السعودي يقول؟ يجب بمكان ما ان يجد شماعة يعلق عليها يعني اخفاقاته. بس انا برأيي اذا السعودية اظهرت مرونها في التعامل مع الملف السوري، من باب اولى ان تظهر مرونة ايضا لاحقا في التعامل مع المسألة الإيرانية. في عنا مرتكز أساسي بموضوع، يعني في عنا نقطة جوهرية هي اللي حتخلي كل الأطراف يعني التحول بسياساتهم بالتعامل مع الأزمات، ألا وهي موضوع الإرهاب. غير أنه أمريكا بلحظة حقيقة قادرة تفرض على حلفائها ما عدا إسرائيل أنه خلص خلصنا دلع، هذا الهامش اللي كان معطى لكم بدنا نضبه ويلا تفضلوا، خلينا نروح لحتى نتفاهم نحن والإيرانيين كيف بدنا نحل مشاكل المنطقة. عندئذ المملكة العربية السعودية سوف تستجيب للإرادة الأمريكية. بس إذا بدك بالبعد المصلحي تاع السعودية، أنا برأيي ليك داعش خرجت من مرحلة القدرة على ضبطها، القدرة على السيطرة عليها، وبدأت تذهب باتجاه أجندتها البعيدة عن أي ارتباطات إقليمية أخرى. واللي عم بيصير بالمملكة العربية السعودية واللي عم بيصير بتركيا حاليا كمان، بالإضافة إلى أنه أنت وقت لي يعني ببسيكولوجيا الإرهاب، وقت لي أنت تسكر الباب أمام الإرهاب اللي ما بيقدر إلا أنه يعمل جريمة، بمكان ما تسكر الباب قدامه بيصير يفتش على أي باب مفتوح لحتى يعمل جريمة بمكان آخر. وقت لي داعش على مستوى سوريا وعلى مستوى العراق ما بتقدر تتمدد بالطريقة اللي هي رسمتها، مش مستبعد أنه يكون قدامها خيارات هي الأردن والسعودية وتركيا. والضربات اللي عم تعملها تركيا لداعش أنا برأيي هي يعني مقدمة بهاي المجال. نعم. داعش بدأت تشعر أنه تركيا سوف تنخرط بالمشروع التسووي على مستوى المنطقة. نعم. ونحن أمام بدايات طلاق وانفصال بين تركيا وداعش. وأصلا أكثر من هيك، داعش إذا فاتت على السعودية لن ترضى بأقل من مكة والمدينة. وإذا فاتت على تركيا وهي موجودة بتركيا لن ترضى بأقل من التعامل مع تركيا كمعبر من أجل الوصول إلى أوروبا. طيب هاي المعطى كله منحط بالمقلب الآخر، أنه طيب يا أختي بسوريا ما عم نقدر نسقط النظام، شو بنعمل؟ أوكي. طيب يا أختي بالعراق يعني اليوم الأمريكيين والإيرانيين هم في مشروع ضرب داعش، وعم يقنعوا أو إذا بدك عم بيوسعوا رقعة محاربة داعش عبر انضمام تركيا والمملكة العربية السعودية والدول الأخرى لها. هذا الكلام الروسي حكيه. بس أنا بس بعترض على كلمة أنه الأمريكان والإيرانيين بصدد ضرب داعش. هذا لب اللي كان السؤال. ما أنا فهمت أنه هلأ بقى تاخدي وتعملي سؤال. طبعا وهذا من نتائج الاتفاق النووي، يعني كيف سيترجم بهذا المجال؟ نحن ما قلنا، أنا ما قلت أنه الأمريكي خلص أخذ قرار بالقضاء على داعش. بس في فرق بين المقاربة الإيرانية والمقاربة الأمريكية. إيران بدها تفاوض، إيران بدها تفاوض الأمريكان حرصا على حلفائها وحقنا للدم ومن أجل ضرب داعش. بس الأمريكي بده يفاوض الإيراني بحسابات استراتيجية مرتبطة بوجوده بالمنطقة وكيفية ترتيب وضع المنطقة قبل ما الأمريكي يتراجع عن المنطقة، يتخذ من داعش
إذا بدك يعني وسيلة إغراء للإيرانيين لكي يستدرج الإيرانيين للجلوس على الطاولة. لأنه الأمريكي بيعرف أنه من الصعوبة بمكان يجي الإيراني يقعد معه لا يبحثوا بموضوع سوريا. وبيعرف من الصعوبة بمكان الإيراني يجي يقعد معه لا يبحث الوضع بلبنان. بس لحتى يقدر يستدرج الإيراني على طاولة المفاوضات، الأمريكي عم يوحي وهو جدي إلى حد ما أنه خلينا نتخذ من داعش مدخل ومتكأ من أجل أي تعاون مستقبلي بيناتنا، لأنه خطر الإرهاب يطال الجميع. بس أليس مقتنع الإيراني، أليس مقتنع بضرورة الجلوس إلى جانب الأمريكيين لمحاربة داعش؟ بلى، بس الإيراني ليس مقتنع بأن الجلوس مع الأمريكيين على أساس يعني ما لا يرى إمكانية جلوس مع الأمريكي إذا الأمريكي بده يضل يمارس سياسات الخداع، بده يمارس سياسات الاستعلاء، سياسات الغلبة، إنه الإيران الأمريكي بيفاوض من ماله بيروح من تاني ماله بيدعم الإرهاب وبيصير يخربه، إنه الأمريكي بده يكسر مصداقية إيران، إنه هاي إيران الثورية اللي بتقول عن أمريكا إنه شيطان أكبر أنا قدرت أجيبها على الطاولة أتفاوض معها بالوقت اللي ما وصلنا لنتيجة. يعني نفس مبدأ التفاوض عند الأمريكا هو أمر مطلوب بذاته مع غض النظر عن النتائج، ولكن التفاوض عند الإيراني هو أمر مكروه ما لم يكن مرتبط بنتائج إيجابية. أي بس هل مضمون النتائج الإيجابية قبل طبعاً التفاوض؟ طبعاً، عشان هيك الإيراني ما حيروح كيف ما كان. والإيراني مثل ما فاوض 12 سنة على الملف النووي وما قبل يتفاوض مع الأمريكي وما قدر ما قبل يوقع مع الأمريكي إلا وقت اللي لقى حاله بموقع الند. مش أنا عبول، أوباما قال الإيرانيين كانوا ند لنا، ند ذكي. فإذا الإيراني يجد أنه بالملفات الأخرى ثمت إمكانية للتعامل بندية مع الأمريكيين ما حيتردد. لأنه طيب. يعني شو نتصور يعني نص سوريا كل سوريا تدمرت، طيب. نص العراق تدمر، وضع المنطقة على حافة الهاوية. طيب. الاتفاق النووي سينعكس حتما على كل الملفات مثل ما عم تقلي حضرتك، وهذا مطلب ثنائي بين الأمريكيين والإيرانيين يلي وهلأ ستشارك فيها المملكة العربية السعودية. ومبارح كان المدخل لهذا اللقاء مع علي وعلي مملوك. تركيا بدأت تشارك عبر ضرب داعش عال. كل هذه الخريطة مش تحولات جدية بلا. أنا عم بسأل هلأ عن سؤال آخر. هذه الخريطة كلها إسرائيل منا ضمنها؟ لا، يعني الأمريكيين اليوم اتفقوا مع الإيرانيين أو أنه في مشروع إذا بدك مشترك لي حتى وافق على كل ملفات المنطقة باستثناء إسرائيل. علما أنه هني ما توافقوا على ملفات المنطقة، ما توافقوا. أنا بقصد المشروع، يعني هلأ التفاوض سيكون على ملفات المنطقة وحلها. يعني الأمريكيين رح يشوفوا شو حصتهم، الإيرانيين شو حصتهم، السعوديين شو حصتهم إلى آخره، باستثناء إسرائيل وهي الحليف الأول للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، هي ستبقى محايدة؟ سؤالك كتير منطقي، أنا كاتب مقال عنه بس هيدا السؤال، وهو أصلا جوهر كل اللي عم نشوفه بالمنطقة. لأنه أنا برأيي أنه أمريكا هالقد مصرة كانت على التوقيع على اتفاق النووي مع الإيرانيين كرمال هيدا الموضوع يشكل مدخل من أجل الانتقال بالمفاوضات مع الإيرانيين إلى ملفات المنطقة. وبعد ما يتفاوضوا مع الإيرانيين بملفات المنطقة، الأمريكي بده يقول له للإيراني أنه يا خي بعد في قصة فلسطين إسرائيل خلينا نحلها، أنه بالحد الأدنى ما بدك تعمل علاقات مع إسرائيل بس بنعمل هدنة وخلص. هذا الخطاب العدائي تجاه إسرائيل. بلي، هيدا المشروع الأمريكي، لأنه أمريكا بالمنطقة شو عنده؟ أمريكا بالمنطقة عندها شغلتين، عندها النفط وعندها إسرائيل. وبالتالي إسرائيل هي ضمن مخطط. طبعاً هو مرتكز المشروع الأمريكي بالمنطقة. ممتاز. طيب موضوع النفط بيقولوا ما عاد كتير مهم بعد ما تم اكتشاف الطاقة الحجرية طيب بيبقى موضوع إسرائيل. كيف سيترجم هذا الموضوع بعد الاتفاق؟ بس ما خليني كفي. أنا برأيي. بس بدي أقول لك إنه بعد عنا 5 دقائق. طيب. ولا يمكن من المستحيل ولا يمكن بأي شكل من الأشكال، وهون الأمريكي بده يقع على بوز وطب، إنه على افتراض ذهب الإيراني مع الأمريكي للتفاوض حول ملفات المنطقة، وإجا الإيراني قال له الأمريكي قال له للإيراني خلينا نرتب موضوع إسرائيل، سوف يأتي
الجواب الإيراني إنه إسرائيل شر مطلق ويجب أن تزول من الوجود ونقطة على السطر. واللي بيضطر الإيراني إنه يفاوض عشان سوريا هن هول اللاجئين اللي قاعدين بالمخيمات بالشوب وبالثلج، إنه سوريا عم تتدمر والعراق عم يتدمر والبحرين ثلاث أرباع الشعب إما محاصر وإما بالسجن. بس شو اللي بده يخلي إيران مضطرة لكي تتفاوض عشان إسرائيل؟ اصلا مرتكز تاع المشروع الايراني بالمنطقه هو موضوع اسرائيل. اذا بدي انطلق من الشيء اللي عم تقوله حضرتك، اذا عم تقول انه ايران لها موقف ثابت ولن يتغير انه اسرائيل يجب ان تزول، لماذا لم تقل على طاوله المفاوضات بالاتفاق النووي مع الامريكيين انه على القنبله النوويه لاسرائيل ان تزول قبل ان توافق ايران على عدم تخصيب النووي للوصول الى القنبله، وهي تخلت عن هذا المطلب لاسرائيل مقابل الوصول الى اتفاق مع الامريكيين الذي سيترجم لاحقا بملفات المنطقه؟ لكن مقاربه العقل الايراني بالتعامل مع الملفات بيختلف عن العقل العربي. يعني قبل زوال اسرائيل، خلينا نشوف بزوال القنبله يعني بالاول. نحن مشكلتنا انه دائما بنحط طريقه تفكيرنا، نحن كيف بنفكر مثلا كلبنانيين كسعوديين كأتراك كأمريكان ونسقط هذه الطريقة بالتفكير على الملفات الموجودة قدام إيران، ومنحاول أنه نستخلص الموقف الإيراني بناء على طريقة تفكيرنا بالوقت اللي الإيراني عنده طريقة خاصة بالتفكير. لماذا إيراني بيعتبر إيران ما خلت مناسبة إلا وأعلنت أنه الترسانة النووية الإسرائيلية يجب أن تفكك. بس كان عندها فرصة، ودعت تخلت عن ترساناتها النووية مقابل ما تخلت. هي بالأساس ما عندها طموحات نووية عسكرية. بس كان عندها فرصة أنه تشلح إسرائيل هذه الترسانة وما عملتها. تعرفي لو أنه الإيراني قال أنا ما بوقع إلا لحتى نحل الترسانة النووية الإسرائيلية لكانت اتهمت إيران بأنها تريد أن تمتلك صواريخ نووية وقنبلة نووية مثل ما أنه إسرائيل عندها، بينما إيران لا. شو عملت؟ ما هي متهمة صار لها 20 سنة. ما هي متهمة أصلاً بلا جمية هذا المطلب. إيران أليست متهمة بأنه تريد أن تصنع صواريخ بلا جميلة إسرائيل بلا جميلة هذا المطلب؟ يعني هي متهمة أصلاً كانت قبل من الوصول إلى اتفاق. لقلك شغلي هلأ، إذا أنا معي ما معي مليون دولار بس أنا وقت اللي بدي بأي لحظة بجيب مليون دولار، شو الفرق بين الحالتين؟ يعني أنا إذا إلي عندك مليون دولار حاططهم بحسابك وقت اللي بدي إياهم بقول لك جوزيفين أعطيني إياهم، بس كل ما في الأمر إذا بتجي الرقابة المالية بتطلع بحسابي بتلاقي إنه ما عندي مليون دولار. طيب قصة إيران مع القنبلة النووية بالاعتراف الأمريكي، إيران هلأ تقرر بعد ست أشهر إلى سنة تستطيع أن تمتلك قنبلة نووية. طب ليه بدها تعمل مشكلة هي على شيء؟ بدها تعمل مشكلة على إسرائيل. ما عم تقلي حضرتك طيب. موقف إيران من إسرائيل ثابت ويجب زوال إسرائيل ولا يمكن هذا. بعد في إسرائيل فيها المادة شوية لتجاوب على هذا السؤال تحديدا. إسرائيل اليوم عندها قنبلة، لم تطالب إيران بإزالة هذه القنبلة مقابل موافقتها على إزالة ترسانتها. إذا بدك إيران لم تضع إزالة الترسانة النووية الإسرائيلية كشرط من أجل التوقيع على الاتفاق، مش أنه لم تطالب. يعني بعملية المفاوضات ما حطت شرط أنه خلينا نقيم الأسلحة النووية. بس أنت بتعرف أنه طاولة المفاوضات هي الطاولة الأكثر جدية للوصول إلى هذا الهدف. بس أنا لقلك طيب الصراخ الإسرائيلي ليه؟ يعني فيما لو أنه إيران ضعيفة أو إيران غلطانة ليش الغضب الإسرائيلي هالقد؟ بس أنا برسم لك معادلة عامة لتعامل إسرائيل مع المسألة النووية، تعامل إيران مع المسألة النووية الإسرائيلية. إيران بتعتبر أنه كل دول العالم هي دول عندها جيوش، بس إسرائيل هي جيش عنده دولة، ووجود إسرائيل بالمنطقة قائم على مبدأ التفوق العسكري. والتفوق العسكري الإسرائيلي مرتبط بأمرين، قوة عسكرية تقليدية وقوة عسكرية نووية. إيران بتعتبر وهيك بيفكروا، هاي الاستراتيجية الإيرانية هيك، انه التفوق العسكري الاسرائيلي انكسر من خلال حزب الله بدءا من حرب تموز حتى هذه اللحظه. والتفوق العسكري النووي ايضا انكسر بالقوه مش بالفعل، من خلال قدره ايران اذا ارادت يوما ما ان تمتلك قنبله نوويه فهي تستطيع، علما انه هي ما بدها. فبهاي الحالة بيطلع أنه إسرائيل أكبر الخاسرين بهيدا الاتفاق، بينما لو أنه إيران بدها تحط شرط
إزالة الترسانة النووية الإسرائيلية ما كان تم توقيع الاتفاق. كل هاي الخيرات والبركات المترتبة على الاتفاق النووي على مستوى إيران والمنطقة والعالم ما كنا وصلنا لها. بينما لا، خلي إسرائيل شو بدها تعمل بالقنبلة النووية؟ هذا السلاح هو إذا بدك سلاح استعراضي وهمي أكثر ما هو سلاح فعلي يمكن أن يستخدم. شكرا لك دكتور حبيب فايد على وجودك معنا اليوم. أهلا وسهلا، بس اليوم أنا حكيت أكثر منك. أنت حكيت أكثر مني هيك لنرضي الجمهور شوي. لا عادي، مهضومين الشباب. مرسي، أهلا وسهلا فيك. شكرا مشاهدي على المتابعة.